اللي وقع هو ان كانت وعود تكتبات وتمضات من طرف المسؤول الاول في الشركه اللي هو السي محسن الصفريوي، بالحق نكتب بالوعود ديالو كامله مكموله، ما لبات حتى حاجه. المطلب ديال اننا يكون عندنا مكتب نقابي، تواجهنا بالطرد التعسفي 70 واحد الزنقه. وحنايا ظلمنا هذا السيد، ما عندناش الا الله وسيدنا الله ينصره، الله ينصر سيدنا. حنا تنجدوا سيدنا وتنجدوا الوالي، هنا يدخل لنا السيد الوالي، يدخل لنا في هذا المشكل اللي حنا فيه. حنا تنباتوا هنايا، شوف انت تشوف الحاله فين تنباتوا، السلطه تحيد لنا القياطن فين تنعسوا، البرد ومعنا ننسى، والله يحسن العون الوليدات. ما تلفنا ما عرفنا ما نديروا دابا مع هذا السيد هذا، طاردنا هكا على اساس اش درنا المكتب النقابي، ما عرفناش حنايا شنو هذا الشيء هذا. طلبنا الاذن باش نشوفوا المسؤولين ديال ميت بيبر، بغينا اننا نطرحوا عليه الاسئله اللي تلقيناها من طرف العمال، ولكن للاسف جاوبونا المسؤولين هنا والمكلفين بالحراسه انهم ما تيستقبلوا حتى شي واحد، وانهم ما قادرينش يستقبلونا ويجاوبوا على الاسئله ديالنا للاسف. No!